جيش مفلس دون جنود، من يدخله لا يعود، ومن يتلقى أمراً بالانضمام يهرع هرباً. مصيبة أخرى تحل على الجيش الإسرائيلي، هزائم متتالية وفضائح صادمة هدمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. والاقتصاد ليس بحال أفضل، فالهجمات اليمنية أصابت ميناء إيلات الاستراتيجي، منفذ إسرائيل الوحيد إلى البحر الأحمر، بالشلل التام، منهية سطوته التجارية والعسكرية. ثم وفي ظل تعمق أزمة التهرب من التجنيد الإلزامي، يفقد الشعب الإسرائيلي ثقته في غد أفضل، ليجد نتنياهو نفسه مضطراً لتعليق آماله على عاتق اللاجئين الأفارقة لتعويض النقص بصفوف جيشه. الإقامة الدائمة، أوراق الثبوتية، والحياة الرغيدة مقابل خدمة الجيش الإسرائيلي. هكذا باتت معادلة الإسرائيليين للعودة إلى ساحة الحرب التي تجاوزت مدة السنة حتى الآن. فهل تلفظ إسرائيل أخيراً ما تبقى من أنفاسها جراء كارثة العزوف عن التجنيد والتدهور الاقتصادي؟ أم إن لطالب اللجوء الأفارقة رأياً آخر؟ هذا موضوعنا لليوم في ظل تصاعد مخاوف إسرائيل من الاندثار. ولكن قبل ذلك ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للالتحاق بنا في رحلة المليوني مشترك. جيش من المرتزقة الأفارقة. في البداية لابد لنا من تمحيص مجريات الحرب الدائرة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، الذي يتكون تعداده من قرابة 170 ألف جندي نظامي من إجمالي 10 ملايين إسرائيلي، الأمر الذي يجعل منه جيشاً كبيراً إذا ما قارنا بين تعداده وعدد السكان. إلا أن بعض المحللين ارتأوا أنه مجرد قوة صغيرة حالما قورن بحجم التهديدات المحيطة به من كل حدب وصوب. لذلك وفي هذا الإطار برزت تقارير جديدة تؤكد تخطيط وزارة الدفاع الإسرائيلي لرفع عدد كتائبها الموجهة لحصار حدود قطاع غزة، فبدلاً من 4 كتائب سيصير المجموع 8، وهو ما سيتكرر أيضاً مع الضفة الغربية والحدود المشتركة مع لبنان وسوريا. في ظل بعثها لعدة مقترحات ستلزم المجندين بتمديد فترة تجنيدهم، بغية الحد من تهرب الجنود من الخدمة العسكرية وضمان تواجد أكبر عدد ممكن منهم خلال هذه المعارك المحتدمة. بل وقد أصرت كذلك الحكومة الإسرائيلية على تمديد فترة أحد قراراتها السابقة التي تجبر وزارة الدفاع على استدعاء 350 ألف جندي من جنود الاحتياط حتى موفى هذا العام، مع تمديد مدة التجنيد الإلزامية أيضاً لتبلغ بناء على ذلك 36 شهراً بالتمام والكمال، بيد أن هذا قد لا يكفي لسد الفجوة الكبيرة في نظر المسؤولين قبالة العدوان الخارجي، مما يفسر بشكل أو بآخر عودة أحد أكثر الملفات الإسرائيلية إثارة للجدل، أي معضلة تجنيد الحريديم، ألا وهم مجموعة من المتدينين اليهود الذين يشكلون حوالي 13% من السكان المعفيين من الخدمة العسكرية، كما وإنهم كذلك يعتبرون أكبر مخاوف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كونهم يمتلكون 18 مقعداً بالكنيست من أصل 64 صوتاً داعماً للحكومة الحالية، علماً وأن الكنيست هو مجلس تشريعي إسرائيلي يمثل السلطة التشريعية للحكومة، وله صلاحيات حساسة منها انتخاب الرئيس ومراقبة الدولة والإشراف على عمل أعضاء الحكومة الملزمين بالحصول على ثقة 61 عضواً على الأقل من الكنيست لضمان استمرارهم، وهو ما أجبر نتنياهو في أكثر من مرة إلى تلبية رغبات الأحزاب الدينية لإبقائهم في صفه، حيث إنه قد أصدر قراراً سابقاً متكرراً يقضي بعدم تجنيد طلاب المعاهد الدينية الحريدية لتسعة أشهر. لكن ومع انتهاء تلك الفترة المقررة وفي ظل ضغط العلمانيين ومعارضتهم لذلك تحت شعار التمييز غير القانوني، وجدت المحكمة الإسرائيلية العليا نفسها مجبرة على إلزام وزارة الدفاع بتجنيد أولئك الطلاب المتدينين،
خصوصا وأن الحكومة قد فشلت في تقديم أي مبرر مقنع لمنع تجنيد فئة الحريديم، بعيدا عن تعلة تكريسهم لوقتهم لدراسة التوراة والتعبد والإغاثة الأهلية، بالوقت الذي تعاني فيه كتائب الجيش الإسرائيلي على الجانب الآخر من الإرهاق الشديد نتيجة لتواصل حربهم ضد المقاومة لما يزيد عن سنة، أي منذ مطلع شهر أكتوبر بالعام الماضي، الأمر الذي كبدهم خسائر بشرية فادحة توزعت ما بين مقتل 726 جندياً على الأقل وإصابة حوالي 4580 جندياً، زيادة على تلقيها لما لا يقل عن 26240 صاروخاً موجهاً من طرف أعدائها على مختلف الجبهات، الذين قد تسببوا في إنزال وتيرة النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 2%، أي نصف المعدل المبرمج من قبل اندلاع الحرب. هذا وليكن في علمك أن الخبراء قد توقعوا سلفاً تباطؤاً آخر سينجر عنه تقهقره من جديد إلى 1.1 خلال العام الجاري، مما لعله أكسب وزارة الدفاع الإسرائيلي الحق في نظر الحكومة للمطالبة بتجنيد 10,000 جندي إضافي وخاصة المحترفين منهم، بيد أن نتنياهو لم يكتف بهذه القرارات، بما أنه على ما يبدو عليه الوضع يجد أن العدوان المتربص به قد تجاوز بالفعل قدرات إسرائيل التكنولوجية الحربية التي كانت تفتخر بها، بحيث كشفت صحيفة هائرتس الإسرائيلية عن تقديم السلطات لعروض مغرية لطالب اللجوء من أفريقيا، العروض التي تتمحور حول تعهد الحكومة بتجنيسهم ومدهم بأوراق إقامة رسمية بموجب عقد يلزمهم بالقتال لمصلحة الجيش الإسرائيلي من أجل تعويض النقص الكبير على مستوى كتائب الصفوف الأولى، علماً وأن إسرائيل تحتضن حتى يومنا هذا نحو 30,000 من الأفارقة اللاجئين، ما سيكسبها طاقة بشرية ضخمة حالما وافقوا على الانضمام لها، في حين أن المنتقدين على الطرف المقابل أدانوا هذا التصرف بشدة وطالبوا بتسليط العقاب الدولي عليها كونها قد استغلت حاجة اللاجئين لتشغيلهم عندها كجنود مرتزقة مقاتلين. سقوط ميناء إيلات الأسطوري. بداية وقبل التطرق لمصيبة ميناء إيلات التي أصابت إسرائيل بالشلل الاقتصادي مؤخراً، علينا التعرف على هذا الميناء الذي يعود تاريخه لسنة 1953 والواقع في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل، حيث تحده شرقاً مدينة العقبة الأردنية وبلدة طابة المصرية من الغرب، ما ميزه بمناخ صحراوي جاف يكون فيه الشتاء قصيراً دافئاً والصيف طويلاً حاراً، فنادراً ما تنخفض درجات الحرارة فيه عن 7 درجات مئوية أو تزيد عن 42 درجة، لكن أياً يكن فإن أهميته تتجلى في أنه المنفذ الوحيد لإسرائيل نحو البحر الأحمر الذي يعد ممراً مائياً لا غنى عنه، كونه طريقها الوحيد للوصول إلى دول الشرق الأقصى وآسيا وشرق أفريقيا، إلا أن مزايا تتعدى مسألة المدة الزمنية القصيرة لتشمل كذلك الإدارة المالية الرابحة، نظراً لتقليصه لتكلفة الرحلات الإسرائيلية التجارية عبر المرور بقناة السويس ذات التعريفة الجمركية المنخفضة، وهو ما يجعل منه حرفياً مشروعاً استراتيجياً استثنائياً وركيزة محورية لاقتصاد تل أبيب، فهو مرفأ للسفن الحربية الإسرائيلية وموطن ل5% من صادرات وواردات إسرائيل، حيث تنقسم عمليات المناولة فيه إلى 2.1 مليون طن من البضائع الجافة و70,000 سيارة و50,000 حاوية سنوياً، كما ويستخدمه الإسرائيليون لتصدير الفوسفات والبوتاس والمعادن والخامات وتوريد العديد من المواد الأساسية كالنفط، يأتي ذلك بالموازاة طبعاً مع استغلالهم له كعامل سياحي مهم لاستقطاب حوالي 1,000,000 سائح سنوياً ممن يرغبون بالاستمتاع ببيئة مدينة إيلات، بيد أن هذا الوضع قد توقف مؤخراً إبان تعرض الميناء لهجمات متتالية من القوات اليمنية نتج عنها انخفاض كبير في واردات إسرائيل من السيارات الصينية وشلل حركة الشحن،
التي تسببت مباشرة في اختفاء عدة سلع من السوق الإسرائيلي وتضخم الأسعار وسط غضب شعبي. بل وقد أكد لاحقاً موقع وورد كارغو نيوز المتخصص في الملاحة البحرية خبراً تداولته عدة تقارير مفاده إفلاس ميناء إيلات الشهير على وقع تراجع نشاطه بنسبة بلغت 85% جراء المقاومة التي طالته بالبحر الأحمر، مما يفسر تباعاً تسريح المسؤولين لنصف عمالة الميناء الذي بلغت حجم خسائره نحو 14 مليون دولار أمريكي، وفقاً للرئيس التنفيذي لميناء إيلات جادعون غولبر وصحيفة كالكاليست الإسرائيلية التي أتبعت ذلك التصريح بإقرارها بعدم استضافة الميناء منذ منطلق هذه السنة لأي سفينة، الخبر الذي يمثل فشلاً مخزياً للسلطات التي كانت قد نجحت في إدخال 149 ألف مركبة بحرية بعام 2023. فبرأيك هل ستضحى إسرائيل بلا جيش ولا اقتصاد أم إنها ستتمكن من إيجاد حل ينقذها من كابوس الزوال؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.